جانب من المباراة، انتزع برشلونة إتعادلا محقا بنتيجة 1-1 أمام ضيفه نابولي على ملعب كامب نو اليوم الخميس في ذهاب الدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي. تقدم بيوتر زيلينسكي لصالح نابولي في الدقيقة 29، وتعادل فيران توريس لبرشلونة من ركلة جزاء بالدقيقة 59. ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على نابولي الخميس المقبل على ملعب دييغو مارادونا. وكاد بيدري أن يهز الشباك لصالح برشلونة في وقت مبكر بعدما نجح أوباميان في قطع الكرة من دفاع نابولي لتمر الكرة إلى بيدري الذي سدد فوق العارضة. وسنحت فرصة محققة لنيكو جونزاليس الذي توغل داخل المنطقة من الجهة اليمنى وسدد كرة صاروخية، لكن ميريت نجح في إبعادها لركلة ركنية. أوباميانغ اقترب من التسجيل بعدما حصل على الكرة خارج منطقة الجزاء ليطلق الجابوني تسديدة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر. وأضاع أوسيمين فرصة انفراد بعد تمريرة من قبل منتصف الملعب، وانطلق فيكتور ليسدد كرة تجاه الشباك لكن تيرشتيجن أبعدها عن مرماه. ومن تمريرة إلماس إلى القادم من الخلف زيلينسكي الذي سدد كرة أرضية تصدى لها تيرشتيجن لترتد إليه مجدا ووضعها داخل الشباك في الدقيقة 29. وحصل برشلونة على ركلة جزاء بعد العودة للفاري الذي وجد لمسة يد على خوان خيسوس وسددها فيران توريس بنجاح سجلا التعادل في الدقيقة 59. أوباميانغ في الدقيقة 62 استلم الكرة على حدود المنطقة من الجهة اليسرى